أن الله عز وجل خاطب المؤمنين ب63 آية كلها تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، نفس عمر النبي. هذا النبي العظيم كيف صبر، كيف سامح وعفى. فهنا العدد جاء مرتبطا بالصلاة، بعدد ركعات الصلاة، لأننا في كل الأوقات نصلي على النبي. والصلاة هنا على النبي كما قلنا أيها الأحبة هي الرحمة والدعاء والسكينة، حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، نتابع اليوم رحلتنا التدبرية في عالم الأرقام في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه بعبارة هي اللهم صل على محمد. هذه العبارة بحرفيتها لم تذكر في القرآن، ولكن اليوم سنكتشف سرا من أسرار القرآن أن حروف هذه العبارة مخزنة في آيات وسور محددة بطريقة رائعة جدا، تدل على إعجاز هذا القرآن وعلى تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم أن البخيل هو الذي إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. فالصلاة على النبي هي شفاء، وهي راحة نفسية، وهي علاج للهموم حقيقة أيها الأحبة. لأنك عندما تقول اللهم صل على محمد، أنت تستحضر أولا في ذاكرتك هذا النبي العظيم، كيف صبر، كيف سامح وعفى، كيف تحمل أعباء الدعوة إلى الله، كيف عامل أعداءه برفق، كيف كان يتمنى الخير لكل الناس، كيف كان لا يحزن ولا يغضب إلا من أجل الله، لا تهمه الدنيا، كيف كان همه الآخرة. وبالتالي كل هذه المعاني تحضر في دماغ من يقول اللهم صل على محمد، ولكن هذه العبارة لم تذكر في القرآن. إنما حروف هذه العبارة فيها شيء عجيب سنكتشفه اليوم. في القرآن العظيم لدينا سورة واحدة فقط من 114 سورة، عدد سور القرآن، لدينا سورة واحدة تحمل اسم النبي محمد، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. دعوني أيها الأحبة أذهب معكم إلى برنامج إحصاء القرآن العظيم، ونختار هنا عرض السور، ثم نطلب من البرنامج من خلال اختيار السور أن يعرض لنا سورة محمد في القرآن رقمها 47 كما نرى. هذه هي سورة محمد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، إلى آخر السورة. النبي كم سنة عاش أيها الأحبة؟ النبي هناك عدد يرتبط به، هناك رقم مرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو الرقم 63 أو العدد 63. هذا العدد يمثل عدد السنوات التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري حديث يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو ابن 63 سنة. فإذا هذا رقم صحيح في حديث صحيح. أين نجد هذا العدد في القرآن؟ يعني بكلمة أخرى، أين نجد هذا العدد في حروف اللهم صل على محمد؟
طبعا نحن سوف ندرك أيها الأحبة أن كل حرف في القرآن وضع بميزان وتكرر بميزان، لا يوجد شيء عبث. أنا لدي هنا في البرنامج، دقق معي أخي الحبيب، هنا لدي مربع لجمع الحروف. طبعا البرنامج عرض هنا سورة محمد كاملة كما نرى أمامنا، هذه هي سورة محمد، وآخر كلمة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأستخدم أنا هنا الرسم الأول، هذا الذي كتب فيه القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من دون التنقيط. هنا لدي مربع لجمع الحروف، ماذا يعني؟ يعني أنا إذا وضعت أي حرف، حرف الألف مثلا، كتبت ألف، البرنامج يأخذ حرف الألف من هنا الذي تكرر في سورة محمد 382 مرة كما نرى، ويضعه هنا في الشريط الأصفر، ويعطيني تحليلا لهذا العدد إلى عوامله الأولية. ثم إذا كتبنا حرف اللام يقوم بإضافة العدد 299 إلى العدد السابق، فيصبح لدينا المجموع 681. ثم نضع اللام الثالثة، نجد المجموع أصبح 980. طبعا هنا أنا إذا استخدمت إظهار كل الحروف كما نرى، ألف لام لام، الألف تكرر في سورة محمد 382 مرة، يعني لو قمنا بعد حروف الألف كم ألف في السورة نجد 382، وحروف اللام 299. بما أن كلمة اللهم اللهم تكررت فيها اللام مرتين فنعدها مرتين، 299 زائد 299. ثم حرف الهاء هنا تكرر 156 مرة، وحرف الميم تكرر 223 مرة، المجموع 1359 يساوي هذا العدد. طيب اللهم صلي، عندما نكتب الصاد مباشرة يضيف العدد 16، حرف الصاد هنا تكرر كم مرة؟ انظر معي 16. طيب نعود، اللام قلنا 299، كل حرف تكتبه هنا أخي الحبيب البرنامج ماذا يفعل؟ يذهب للسورة المعروضة أمامنا هنا، فيستخرج منها الحرف الذي كتبته، حرف اللام مثلا، ويضعه هنا ويضيفه للحروف السابقة، بحيث أننا إذا جمعنا حروف اللهم صلي على محمد سيكون لدينا عدد له علاقة بعمر محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في سورة محمد الآن. طبعا على العين 73، اللام 299 مكررة، طبعا على الياء، طبعا الألف مقصورة هي ياء في اللغة العربية، وهنا طبعا نريد أن نختصر النتيجة، نظهر فقط النتيجة فقط، هنا البرنامج في هذا الخيار يقوم بإظهار النتيجة فقط. اللهم صل على، أعطانا العدد 2205 يساوي 7 في 7 في 5 في 3 في 3. طبعا العدد 7 في 3 في 3 في 9 هو عدد 7 في 9 يساوي 63. إذن حروف اللهم صلي على جاءت من مضاعفات 63 الذي هو عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما نكتب محمد ميم حاء ميم دال أصبح المجموع 7 في 9 في 43، يعني المجموع أصبح 63 في 43. إذن أيها الأحبة دعوني الآن ألخص هذه النتيجة على صفحة جديدة. عدد حروف
عبارة اللهم صل على محمد في سورة محمد يساوي عمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ضرب العدد 43 الذي لا نعلم سر هذا العدد حتى الآن، ولكن أنا الذي يهمني أن اسم محمد عليه الصلاة والسلام تكرر، أو عبارة اللهم صل على محمد، هذه العبارة أيها الأحبة تكررت في سورة محمد عددا من مضاعفات عمر النبي محمد. اللهم صل على محمد في سورة محمد، هذه الحروف لو جمعناها تساوي 63 في 43، مضاعفات 63. طيب قد يقول قائل هذه مصادفة، في سورة محمد أنا سأذكر لكم حقيقة قديمة تعرضنا لها، أننا فقط لو أخذنا حروف محمد صلى الله عليه وسلم، انظر معي فقط لكي نشاهد التفصيل، حرف الميم 223 وحرف الحاء 23، المجموع 246 هنا أيها الأحبة. الآن كما فعلنا سابقا البرنامج يخرج فقط من سورة محمد حروف محمد، والميم الثانية 223 والدال 35. إذن البرنامج هنا أعطانا عدد حروف محمد يساوي 63 في 8، لأن 7 في 3 في 3 بتسعة، في 7 بـ63، والعدد هنا 2 في 2 في 2 8. إذن يمكن أن نكتب نتيجة كما يلي، أيضا في سورة محمد كتبناها عدد حروف اسم محمد يساوي 63 مضروب في 8 عدد أبواب الجنة. طبعا يعني لا أتخيل أن إنسان يقبل بأن يكون هذا الأمر جاء عن طريق المصادفة، يعني في سورة محمد اسم محمد من مضاعفات 63 هو عمر النبي محمد، واللهم صل على محمد حروف هذه العبارة أيضا من مضاعفات 63، وكل هذا في سورة محمد. الآن أنا لدي آية أيها الأحبة في القرآن تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية لو ذهبنا لكتاب الله عز وجل نجد فيها، دعونا نعرض الآيات أولا من هنا من هذا الخيار، برنامج عرض جميع آيات القرآن هنا بالتسلسل، فدعونا نبحث عن حروف يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كما كتبت في الرسم الأول، وعندما نضغط على زر البحث أو انتر يعطينا 89 آية. هذه الآيات 89 كلها بدأت بيا أيها الذين آمنوا، انظروا معي ما عدا واحدة، انظر معي أخي الحبيب، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ادخلوا في السلم كافة. لاحظوا كل هذه الآيات دائما البداية هنا بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا. انظروا كل الآيات ما عدا واحدة. سنكتشف أمرا عجيبا الآن في أحد أسرار هذه الآية العظيمة، كما تروا أيها الأحبة أنا الآن أقلب، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهكذا آيات تأمر بالصلاة والركوع والسجود والزكاة والإنفاق، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، كذا كذا كذا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. نأتي لهذه الآية سبحان الله، انظروا أين وقعت يا أيها الذين آمنوا، هنا هنا. ما هو السر؟
ما هو السر؟ لماذا لم تبدأ هذه الآية بيا أيها الذين آمنوا؟ على فكرة لو تابعنا في الآيات التالية انظروا كلها في بدايتها يا أيها الذين آمنوا، انظروا كل الآيات تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، دائما الخطاب للمؤمنين يكون في بداية الآية. انظروا هذه آخر آية 89 رقمها، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ختمت الآيات بأمر بالتوبة. نعود للآية التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم نتأمل عبارة اللهم صل على محمد. يعني أنا لم أذهب بكم إلى آيات ليس لها علاقة بموضوع حلقة اليوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية أيها الأحبة تكريما للنبي، وليلفت القرآن انتباهنا إلى أهمية الصلاة على النبي، لم يقل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا تأتي في بداية آية. هذه الآية وضع الله لها مقدمة، بدأ بنفسه سبحانه وتعالى. شيء أيها الأحبة شيء عجيب فعلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة هنا على النبي كما قلنا أيها الأحبة هي الرحمة والدعاء والسكينة. فالله عز وجل صلى على النبي والملائكة وأمرنا بالصلاة على النبي. الآن هذا جانب لغوي بلاغي مهم جدا، ولكن هناك جانب رقمي معقد. يعني انظر معي أخي الحبيب، انظر معي هنا، دقق هنا هذا العمود التسلسل. هنا يعطيني تسلسل الآيات. انظر كم آية، يعني هذه الآية لو عدنا للبداية، هذه رقم واحد في سورة البقرة، اثنين يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة، وهكذا ثلاثة كذا حتى نصل إلى آية إن الله وملائكته يصلون على النبي. انظر كم آية قبلها، هذه إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيها أمر بالصلاة على النبي. الآية التي قبلها كم رقمها هنا؟ 63. يعني هذا أمر في منتهى الغرابة، أن الله عز وجل خاطب المؤمنين ب63 آية كلها تبدأ بيا أيها الذين آمنوا. نفس عمر النبي، نفس عمر النبي 63 سنة. ووضع الآية رقم 64 بعد هذه الآيات، لم يبدأ بها بيا أيها الذين آمنوا، بل إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا هنا هل يعتقد أحد أن هذه مصادفة؟ أن آية الصلاة على النبي، وهي الوحيدة في القرآن، يعني على فكرة الوحيدة التي فيها هذا المعنى، يعني أمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن الله يصلي عليه والملائكة، وضعها الله بعد 63 آية عمر النبي، ليقول لك إن هذا الترتيب ليس مصادفة، مقصود. طيب دعوني أرجع معكم إلى حروف اللهم صل على محمد. لو أخذنا هذه الآيات 63، سأقوم بتحديدها آية آية هنا حتى نصل إلى الآية الأولى. هنا طبعا يعطيني البرنامج الآيات المحددة هنا. إذن هذه هي الآيات 63 آية في 9 سور، عدد كلماتها إلى آخره. لو بحثنا هنا في هذه الآيات 63 عن حروف اللهم صلي، طبعا سأختصر هنا النتيجة لكي لا لأن السطر لا يتسع لكل الأرقام. صلي على محمد. في هذه الآيات 63
التي سبقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سأعيد النتيجة، عدد حروف اللهم صل على محمد، يعني تكرار الألف واللام واللام والهاء، أنا عدت وحددت 63 آية كما نرى هنا. فهنا اللهم صل على محمد عندما أكتبها هنا، كما قلنا البرنامج يستخرج الحروف الموجودة هنا ويجمعها ويحلل الرقم، أعطاني 7938. نحن نبحث في 63 آية، هذا العدد يساوي 7 × 7 × 9 × 9، يعني يساوي 63 × 63 × 2. دعني ألخص لك هذه النتيجة أخي الحبيب. سنكتب هنا عدد حروف اللهم صلي على محمد في 63 آية يساوي 63 ضرب 2، لأن القرآن كتاب مثاني. انظر أخي الحبيب، هذه حروف عبارة اللهم صل على محمد، 63 × 63 × 2، يعني تأكيد. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، قد يقول قائل لماذا لم تحسب كل الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا؟ دعونا نحددها طبعا أيها الأحبة من هنا، نحدد جميع الآيات ثم نكتب اللهم صل على محمد، النتيجة 10710. أيضا من مضاعفات 63 يساوي 63 × 5 × 17 × 2، دعوني أكتب هذه النتيجة أيضا هنا، عدد حروف اللهم صلي على محمد في جميع آيات يا أيها الذين آمنوا، في كل الآيات طبعا هنا أيها الأحبة، كم يساوي 63 عمر النبي صلى الله عليه وسلم مضروبا في 5 × 17 × 2. طيب لماذا 63 هو عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الخمسة بما أن الأمر هنا الصلاة على النبي، فهنا العدد جاء مرتبطا بالصلاة، بعدد ركعات الصلاة، لأننا في كل الأوقات نصلي على النبي في التشهد الأول والثاني، عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فأعطانا عدد حروف اللهم صل على محمد في جميع الآيات التي فيها خطاب للذين آمنوا تساوي 63 عمر محمد، في 5 أوقات الصلاة، في 17 عدد الركعات المفروضة نحن نصلي كل يوم 17 ركعة، في 2 الذي هو رقم المثاني. طيب أنا أتساءل، يعني هل هذه مصادفة؟ يعني هل هذا الأمر يمكن أن نعتبره أنه مصادفة؟ طبعا لا. سأختم معكم أيها الأحبة بشيء مهم جدا، وهو آخر سورة في القرآن. ما هي آخر سورة نزلت من القرآن والتي رأى فيها الصحابة الكرام موت أو أجل النبي، علموا أنه لن يعيش بعدها طويلا؟ سورة النصر. النبي توفي في السنة عندما كان عمره 63 سنة، عندما نزلت عليه سورة النصر عاش بعدها قليلا ثم توفي عليه الصلاة والسلام. طيب اللهم صل على محمد قلنا غير مذكورة في القرآن ولم تذكر في سورة النصر، كيف نجد حروفها؟ كيف نجد حروفها في سورة النصر آخر سورة في القرآن؟ دعوني أعرض من هنا سور القرآن ثم أذهب
إلى سورة النصر، اختيار السور. سورة النصر هنا 110 رقمها، موافق. إذن هذه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كلمات محكمة جدا. انظر عبارة اللهم صل على محمد، تكرار هذه الحروف في سورة النصر 63. فسبحان الله، حروف اللهم صل على محمد في سورة النصر مخزنة ضمن شفرة رقمية عجيبة أيها الأحبة، تساوي 63. شيء غريب. بقي شيء واحد سأختم به، أن عبارة محمد رسول الله في سورة النصر أيضا تساوي 63. انظروا معي، لو كتبنا هنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، أعطانا المجموع كم؟ 63. كأن عبارة محمد رسول الله مع أنها لم تذكر في سورة النصر، ولكن الله خزنها بطريقة رقمية، خزنها من خلال عدد حروف هذه العبارة لتعطينا الرقم 63، وهو عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة المباركة، آخر سورة من القرآن. والله أيها الأحبة، يعني أنا أمام هذه الحقائق التي تعد بالآلاف، يعني أنا أحاول أن أضغط كثيرا المعلومات لأن المعلومات كثيرة جدا، فلا نملك إلا أن نقول فعلا كما علمنا الله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.